السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسلام طه وده عالم جرين تانك. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ان شاء الله دي تاني حلقة في السلسلة التعليمية لجرين تانك، ولسه مكملين مع بعض في عناصر التوازن. في السلسلة دي ان شاء الله كده انا بحاول على قد ما اقدر ابسط لكم الهواية. وقبل ما اتكلم معاكم في اي عنصر من عناصر التوازن، اقول لك العنصر دوت وظيفته ايه في الطبيعة ووظيفته ايه عندك في الحوض بتاعك، علشان المعلومة توصل لك كده بشكل بسيط وميسر والدنيا ما تكونش صعبة عليك. احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اول عنصر من عناصر التوازن وهو الاضاءة، وقلنا يعني ايه عملية بناء ضوئي، واتكلمنا عن شدة الاضاءة، واتكلمنا برضو عن عدد ساعات الاضاءة وانواع الاضاءة اللي تقدر تستخدمها. وقلت لكم على معلومة بسيطة كده لو فهمتها بمنتهى السهولة هتكون ان شاء الله كده اكون محترف في الحوض المزروعة، او على الاقل تفهم الدنيا ماشية ازاي، تفهم النباتات دي في الطبيعة ماشية ازاي. قلنا ان الحوض المزروعة عبارة عن بيئة مغلقة، على عكس الطبيعة تماما. النباتات المائية بتاعتنا دي في الطبيعة بتاخد المغذيات بتاعتها من التحللات العضوية ومن تأكل المعادن من المياه الجارية النقية باستمرار، وبتعمل بناء ضوئي من خلال ضوء الشمس. لكن في حوضك اللي هو البيئة المغلقة اللي عندك في مكتبك أو في بيتك، انت حضرتك لازم تضيف بقى الكلام ده كله، لازم تحافظ على جودة المياه بتاعتك، لازم تضيف المغذيات، لازم يبقى الإضاءة بتاعتك مظبوطة عشان النبتة تبقى عايشة في البيئة المثالية بتاعتها. بالمختصر المفيد كده عشان تنجح في حوضك، لازم تبقى فاهم يعني ايه اضاءة مناسبة لحوضك، تكون مظبط الاضاءة، شدة الاضاءة تكون ظابطها كويس. لو احنا قلنا شدة الاضاءة بتتظبط باليومن، كل حوض بيبقى ليه عدد اليومن محدد، اللوتيك ليه عدد اليومن، الهاي الميديوم والهاي ليهم برضو عدد اليومن عشان تظبط شدة الاضاءة. الكلام ده كله اتكلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت، لو رجعت الحلقة فاتت كده هتستفاد منها كتير ان شاء الله. لازم برضو تكون محافظ على المياه بتاعتك وتكون مياه نقية على قد ما تقدر زي اللي في الطبيعة، او مش هقول لك مياه جارية زي اللي في الطبيعة ولا زي اللي انا عاملها في المزرعة بتاعتي، بس لازم المياه عندك تكون نقية وجودتها كويسة متجددة باستمرار. مش معنى انك شايف ان المياه قدامك كريستال متفلترة كويس يبقى جودتها كويسة، لا، لازم احنا في الحوض المزروعة بنغير نص مية الحوض كل اسبوع او مرتين في الاسبوع على الاقل. لازم ضروري جدا تكون فاهم مصدر يعني ايه مصدر غذاء للنباتات، والنقطة بتاعت مصدر غذاء النباتات دي هتحولك من هاوي عادي لهاوي محترف باذن الله. بمعنى انك تبقى فاهم فوائد كل عنصر للنبتة واعراض ناقصه ايه، عشان لو حصل عندك اي نقص عناصر في الحوض تبقى عارف انت نقص العناصر عندك ايه. ومهم جدا برضو تعرف الكربون دوت اهميته ايه للنبات، اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون، وليه احنا بنضيفه للنباتات، وازاي تظبط كمية الكربون عندك، والكربون لو زاد عندك في الاحواض في الحوض بتاعك هيبقى تأثيره ايه على الاسماك. الكلام ده كله مهم جدا تبقى فاهم هوايتك كده، والموضوع يبقى سهل وبسيط معاك. هو الموضوع يعني هو فهم مش حفظ، يعني انت برضو ايه الامور لازم تبقى سهلة وبسيطة ليك كده ان شاء الله. احنا النهاردة جايين نتكلم مع بعض عن كل حاجة تخص مصدر الكربون، وان شاء الله دوت تاني عنصر في عناصر التوازن. هقولك ازاي تحقق التوازن بين اول عنصر اللي هو الاضاءة وتاني عنصر اللي هو الكربون، والنقطة دي مهمة جدا من ضمن النقط الاساسي لنجاحك في الهواية. طيب احنا عندنا نوعين من الاحواض المزروعة، احواض عالية التقنية اللي هي الهاي تك والميديوم تك، واحواض منخفضة التقنية اللي هي اللو تك. الاحواض الميديوم تك دي بنستخدم فيها غاز، لكن الاحواض اللو تك ما بنستخدمش فيها غاز ثاني اكسيد الكربون. او بمعنى ادق، الفرق بين النوعين شدة الاضاءة وغاز ثاني اكسيد الكربون. وانا قلت لكم طبعا شدة الاضاءة تظبطها ازاي في الحلقة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم
بالتفصيل شوية عن غاز ثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون دوت، لو سألت أي هاوي كان شغال على اللي هو النظام اللوتيك، حوضه كان لوتيك وحول حوضه دوت لهاي تيك اللي هو على الإضاءة وضاف غاز، هيقول لك إن غاز ثاني أكسيد الكربون دوت المفتاح السحري للهواية. لما بتضيفه عندك في حوضك بتتفاجئ بنمو النباتات بسرعة. لو عندك طحالب، الطحالب دي بتختفي. فهو مهم، غاز مهم جدا في حوضك. فيلا بينا نعرف كده غاز ثاني اكسيد الكربون السحري ده وظيفته ايه في الطبيعه وتاثيره ايه عندك على حوضك، عشان تعرف على الاقل انت ليه بتضيف غاز ثاني اكسيد الكربون دوت في حوضك. غاز ثاني اكسيد الكربون دوت من ضمن غازات الغلاف الجوي زي النيتروجين والاكسجين والهيدروجين الى اخره. وظيفته انه بيحافظ على درجه حراره الكوكب عن طريق الأشعة اللي تحت الحمراء اللي خارجة من الأرض. غاز ثاني أكسيد الكربون دوت بيعكس الأشعة دي تاني على كوكب الأرض ويحافظ عليها عشان ما تطلعش بره الغلاف الجوي في الفضاء. العملية دي بتحافظ على درجة حرارة الجو عندنا. من غير العملية اللي غاز ثاني أكسيد الكربون دوت بيعملها، هتلاقي درجة حرارة الكوكب عندنا سالب 18 مثلا، مش هيبقى في حياة أصلا عامة على كوكب الأرض. في مقولة مشهورة جدا بتقول إن الكربون هو العمود الفقري للحياة. لك أن تتخيل إن ذرات الكربون بتشكل حوالي 18% من جسم الإنسان، وبتشكل حوالي 46% من كتلة النباتات. في كوكب الأرض عندنا في حاجة اسمها دورة كربون. دورة الكربون دي بمنتهى البساطة هي إن النباتات بتمتص غاز ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الجو، وبيتحد مع ذرات الماء اللي موجودة داخل النبتة عشان تنتج النبتة دي تنتج لنفسها الغذاء والأكسجين للكائنات الحية اللي موجودة على كوكب الأرض كله. طيب الكائنات الحية دي اللي موجودة على كوكب الأرض بتاكل النباتات الغنية بالكربون اللي هي اتغذت على الكربون، وبتاخد الاكسجين اثناء عمليه التنفس، وبتطلع غاز ثاني اكسيد الكربون. بتطلع غاز ثاني اكسيد الكربون عشان يعيد بقى دورته في تاني في الحياه. فبمنتهى البساطه هي دي دوره الكربون. دي اسمها دوره سريعه. في دوره طويله المدى دي مش هنتكلم عنها لانها محتاجه حلقه كامله، نتكلم عنها لانها بقى فيها تفاصيل كتير زي الوقود الاحفوري وحاجات كتير كده احنا يعني مش هينفع نتكلم عنها دلوقتي عشان وقت الحلقه ده. طيب خلاصه الكلام ده كله ايه؟ خلاصه الكلام ده كله ان النباتات المائيه بتاعتنا ليها اكتر من مصدر عشان تحصل منه على غاز ثاني اكسيد الكربون، زي التحليات العضويه دي اللي بتنتج من الاسماك الميته في الميه، ومن تحللات الاوراق النباتات اللي هي الميته، فضلات الاسماك، ده كله بينتج منه غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون تاني بيخش للنباتات بتمتصه من تبادل الغازات السطحيه، بتمتصه من تفتت الاحجار زي الحجر الجيري، من البراكين، من انفجار البراكين. ففي اكتر من مصدر غاز ثاني اكسيد الكربون للنبات. ربنا سبحانه وتعالى خالق النباتات المائيه الملونه اللي احنا بنقول عليها النباتات الهاي تيك دي، اللي هي بتتطلب نسبه كربون عاليه في انهار ومستنقعات وبحيرات غنيه بالكربون. النباتات دي موجوده هناك عشان تحافظ على توازن البحيره، تسحب كميه الكربون الكتير جدا اللي موجوده في البحيره وفي البحيرات المستنقعات دي، عشان تسحب المغذيات العاليه اللي موجوده. النباتات دي موجوده هناك زي اي حاجه ربنا خلقها في الطبيعه مخلوقه عشان يكون في توازن، زي الجبال مثلا والمحيطات. فسبحان الله، عايز اقول لك ان اي حوض مزروع لوتك بيكون فيه نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون من غير ما انت تضيفها، النسبه دي بتكون حوالي من 2 الى 3 جزء في المليون. النسبة دي بتكون موجودة بشكل طبيعي من تبادل الغازات السطحية ومن تنفس الأسماك اللي موجودة عندك في الحوض. الأحواض اللوتيك دي تقدر تستخدم فيها
كل انواع الزرع اللوتيك، وان شاء الله كده نعمل حلقه منفصله عن انواع الزرع اللوتيك قريب جدا ان شاء الله. لكن عشان حضرتك تعمل حوض هاي تيك وتقدر تستخدم في الحوض ده نباتات ملونه وشكلها جميل، بتحتاج تضيف غاز ثاني اكسيد الكربون. احنا عندنا طريقتين نقدر نضيف بيهم غاز ثاني اكسيد الكربون. اول طريقه اللي هي نظام السيتريك اسيد. نظام السيتريك اسيد دوت بيكون عباره عن اسطوانه، الاسطوانه دي بتتفتح او اللي هي الزجاجتين، دول الاسطوانه او الزجاجتين دول بنفتحهم نحط فيهم ملح ليمون وبيكربونات الصوديوم او خميره وسكر. العناصر دي بتتفاعل مع بعض وبتنتج غاز ثاني اكسيد الكربون. بس عايز اقول لك ان الطريقه دي غير فعاله ومشاكلها كتير بسبب عدم استقرار الغاز، وكل شويه بقى تراجع على ضغط الاسطوانه عندك وترج بقى الاسطوانه عشان يحصل تفاعل، والكلام ده كله انت في غنى عنه. فانصحك انك ما تستخدمهاش لانه اصلا يعني تضيع وقت على الفاضي. انصحك بقى انك تستخدم الطريقه الثانيه اللي هي الاسطوانه المضغوطه، اللي احنا كلنا طبعا بنستخدمها، اللي احنا بنستخدمها في المزارع بتاعتنا وفي كل حته. الاسطوانه دي المضغوطه دي بتكون عباره عن اسطوانه مضغوطه، بيكون شكلها، احط لكم شكلها على الشاشه. في منها نوعين، نوع حديد ونوع ألمونيوم. في منها احجام مختلفه، في منها 6 كيلو وفي منها ال 8 لحد 40 كيلو. الاسطوانه بتركب عليها سيستم CO2، برضه هحط لك الصوره بتاعته على زي كده. بيكون السيستم ده بيكون فيه منظم وسولونايد ومحبس خنق وبابل كاونتر، واللي هو البابل كاونتر ده اللي هو العداد بتاع الفقاعات، بيعد لك الفقاعات، عدد الفقاعات اللي طالعه من الضغط بقى اللي هو بتاع الاسطوانه. الكلام ده كله بيتوصل ببعضه وبيروح، بيبقى في خرطوم رايح على الحوض. الخرطوم ده بتركب عليه ديفيوزر او رياكتور عشان يفتت الغاز عندك. الكلام ده ليه اشكال كتير. الموضوع بقى بتاع الاسطوانه دوت ان شاء الله كده هنعمل برضه حلقه منفصله، وهنجيب الاسطوانه بتاعتنا وهنقول، هنشرح كل جزء ووظيفه كل جزء ايه، وهنتكلم عن موضوع الاسطوانه ده ان شاء الله بالتفصيل. تعالوا بس نعرف كده ازاي نظبط نسبه الغاز في الحوض عندنا. عندنا في طريقتين تقدر من خلالهم تظبط نسبه الغاز عندك في الحوض، وتعرف انت الغاز بتاعك سواء كان عالي او مظبوط او قليل. اول طريقه وهي من خلال قياس نسبه البي اتش والكي اتش في حوضك. البي اتش والكي اتش دوت بنقيسهم بشرايط اختبار. بعد ما بنقيس البي اتش والكي اتش بيكون عندنا في جدول كده بيقول لك ان انت نسبه الغاز عندك كام بي بي ام بناء على القياسات اللي هي بتاعت البي اتش والكي اتش. الجدول دوت هحطه لكم برده، هحط لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف عشان برده تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. طيب احنا دلوقتي قسنا البي اتش والكي اتش وعرفنا ان مثلا ان يكون البي اتش رقم كذا والكي اتش رقم كذا، هنرجع للجدول هيقول لك ان انت عندك نسبه الغاز كام بي بي ام. طيب الغاز لو قليل بنزود الغاز من خلال محبس الخنق وبنرجع نقيس تاني البي اتش والكي اتش. طيب لو الغاز قليل، لو الغاز عالي راجعين مقللين ونرجع نقيس، وهكذا. باذن الله الطريقه دي هننفذها مع بعض عملي، وهنعمل برضو عنها حلقه لوحدها كده وعلى حضن حوض المزرعه، وهقول لك ازاي بقى اللي انت تقيس نسبه البي اتش والكي اتش، وهنتكلم عنهم برضو بالتفصيل ان شاء الله. طيب احنا عندنا تاني طريقه وهي الدروب شيكر، وده بيكون عباره عن قطعه زجاج زي اللي في الصوره كده، بيتضاف جواها محلول، المحلول ده بيتغير لونه على حسب قياس البي اتش اللي في المايه عندك. لما لون المحلول دوت بيكون اصفر يعني الغاز بتاعك عالي، لون المحلول دوت لما بيكون اخضر غازك بيكون مناسب، لو ازرق غازك بيكون قليل. تمام كده. طيب بعد ما قلنا ازاي نظبط نسبه الكربون عندك في حوضك، هقول لك دلوقتي ازاي تحقق التوازن المطلوب
بين اول عنصر اللي هو الاضاءه وتاني عنصر اللي هو الكربون عشان يبقى عندك حوض ناجح كده ان شاء الله. طيب عشان تحقق التوازن المثالي دوت في حوضك لازم نركز على 3 عناصر اللي قلنا عليهم، اللي هم عناصر التوازن: عنصر الإضاءة وغاز ثاني أكسيد الكربون والمغذيات الكبرى والصغرى. وعشان تحقق التوازن ده وحوضك يكون مستقر والنباتات فيه تكون بصحة كويسة، لازم توفر لها البيئة المناسبة بتاعتها. ده الكلام العادي بتاعنا اللي احنا لازم برضو نرجع للبيئة المناسبة بتاعت كل نبتة. طيب هيبقى أول قرار حضرتك لازم تاخده انك هتختار يا هتستخدم نباتات لو تيك ولا هتستخدم نباتات هاي تيك في حوضك. يبقى اول نقطه لازم تفهمها ان شده الاضاءه بتاعتك هي المحرك الرئيسي لحوضك. لو هتستخدم اضاءه عاليه يبقى لازم تستخدم غاز بكميات مظبوطه ومغذيات برضو بكميه مظبوطه. طيب حضرتك لو استخدمت اضاءه منخفضه مع غاز عالي ومغذيات، النبتة طبعا مش هتقدر تحرق كمية المغذيات اللي موجودة في الحوض، والمغذيات دي كلها هتطلع على صورة طحالب. والعكس صحيح برضو، يعني احنا لو استخدمنا إضاءة جديدة من غير غاز ولا مغذيات هتلاقي النبتة بتاعتك هتبدأ تضعف واحدة واحدة وهتموت. فهي الموضوع عايز برضو يبقى يتفهم كده، وبالتجارب هتلاقي الدنيا ظبطت معاك ان شاء الله. طولت عليكم، بس الموضوع دوت من المواضيع المهمة جدا في الهواية. رب تكونوا استفدتوا، وانتظروني كده في الحلقة القادمة ان شاء الله. وما تنسوش كومنتاتكم الجميلة ودعمكم عشان اقدر اكمل معاكم كده السلسلة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.